من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. غنوة صباح الخير، الوضع الميداني من عندك. يعني طبعا استفاقت بيروت على هول الفاجعة التي وقعت في منطقتين سكنيتين في وسط بيروت، الأولى في منطقة طلعة النويري بين رأس النبع والنويري، والثانية في منطقة البسطة. في البسطة طبعا كما بات معلوم بأنه انهار المبنى بكامل طوابقه من 4 طبقات، إضافة إلى النويري هو مبنى استهدفت الطبقات الثلاث الأولى منه، ولكن أيضا هذا الاستهداف أدى إلى دمار في المنطقة، إلى تحطيم زجاج الأبنية المجاورة وأيضا السيارات. الحصيلة الرسمية حتى الآن هي 22 قتيل، طبعا بينهم عدد كبير من الضحايا المدنيين، ولكن حتى الآن يعني ربما هذه الحصيلة لا تزال أولية، خاصة وأنه أيضا هناك عدد كبير من الجرحى وصل إلى 117 جريح. اللافت كان يوم أمس بأنه ضاحية بيروت الجنوبية لم تشهد أي غارة خلال الساعات الصباح وأيضا خلال ساعات المساء، رغم أنه كان هناك تحذير من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن هذا التحذير لم تلحقه غارة كما اعتدنا خلال الأيام الماضية. ولكن بطبيعة الحال الأنظار اتجهت إلى المناطق السكنية في وسط بيروت، تلك المناطق أيضا التي تحتوي على عدد كبير من المدارس، تلك المدارس تحتوي على عدد كبير من النازحين، وأيضا المباني التي استهدفت أيضا يعني يوجد كانت قد انتقلت إليها عائلات نازحة، وكما بات معلوم بأن عائلة كانت نزحت من جنوب لبنان قتل جميع أبنائها من أفرادها بمن فيهم أطفال في هذا الاستهداف. غنوة، ماذا عن التطورات على الصعيد السياسي؟ هل هناك أي تحركات سياسية بالداخل اللبناني؟ من المفترض أن يكون هناك اليوم جلسة للحكومة في السراي الحكومي لبحث الأوضاع الراهنة، ولكن طبعا كل الجهود الدبلوماسية يعني بحسب المصادر حتى الآن تبدو متوقفة عند الموقف الإسرائيلي الذي حتى الآن يعني لم يرضى بمطالب الدولة اللبنانية بوقف إطلاق النار بحسب المبادرة الأمريكية الفرنسية من أجل التفاوض. طبعا كان هناك جلسة مجلس الأمن والتي عاد وكرر مندوب لبنان فيها موقف لبنان من أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار. واللافت أيضا كان اليوم أمس بأن اليونيفيل البيان الذي أصدره اليونيفيل وتحدث فيه عن عدد كبير من الاستهدافات التي تعرض لها إن كان عبر المقرات أو الكاميرات أو حتى العناصر الإيطاليين، هذا الأمر كان قد أدى إلى وجود ردود أفعال متعددة من الاتحاد الأوروبي. وزير الدفاع الإيطالي كان قد عقد مؤتمر صحفي وصف ما جرى بأنه جريمة حرب بحق قوات اليونيفيل، وعاد وكان قد أجرى اتصال بوزير الدفاع الإسرائيلي مذكرا أهمية حماية عناصر اليونيفيل. واليونيفيل أيضا كانت قد أكدت قبل يومين بأن إسرائيل كانت قد طلبتها بإخلاء بعض المواقع، ورفضت قوات اليونيفيل بإخلاء تلك المواقع. أيضا كان هناك دعوة فرنسية إيطالية من أجل دعوة للاتحاد الأوروبي من أجل بحث في موضوع أيضا قوات اليونيفيل، لتكون قوات اليونيفيل قد أيضا انضمت إلى بنك الاستهدافات الإسرائيلية التي خلال الأيام الماضية كانت قد استهدفت صليب أحمر لبناني، الدفاع المدني اللبناني، مناطق سكنية راح ضحيتها تلك الاستهدافات عدد كبير من المدنيين، وأيضا بطبيعة الحال الأطقم الطبية وأيضا المستشفيات بعضها تابع للحكومة اللبنانية. غنوة، ماذا عن حال النازحين؟ إن كان مر عليك أحد من النازحين بمرورك في شوارع بيروت، كيف هو حالهم؟ كيف هي المعونات التي تصلهم؟ يعني حتى الآن يعني ربما المعونات التي تصل هي من موضوع المأكل والمشرب تحسن بعض الشيء، ولكن حتى الآن هناك نازحون يتحدثون عن أنهم لم يتلقوا تلك المساعدات، خاصة من هم على الطرقات. هناك عدد من النازحين لم يتأمن لهم المأوى حتى الآن. ربما يعني اليوم في جلسة الحكومة ممكن أن نعرف أكثر عن ما إذا كان سيكون هناك افتتاح لعدد أكبر من مراكز الإيواء التي وصل عددها تقريبا خلال الفترة الماضية إلى 1000 مأوى، ولكن لجنة الطوارئ كانت قد أعلنت أكثر من مرة بأنه حوالي 800 مركز من تلك المراكز
باتت ممتلئة بالنازحين، إضافة إلى أن المراكز المتبقية هي أصلا شبه ممتلئة، لذلك هناك بالفعل يعني ضغط بالنسبة أساسي بالنسبة لموضوع الإيواء، ونحن على أبواب فصل الشتاء، مما يعني بأنه حتى يعني الآن ربما يكون موضوع افتراش الطريق رغم يعني مأساة المشهد ربما يكون أفضل من فصل الشتاء عندما ستبدأ الأمطار بالهطول، ولن يتمكن هؤلاء النازحين من البقاء أيضا في العرب. أنا أشكرك جزيل الشكر من بيروت، كنت معنا مراسلة الحدث غنوة يتيم.